سيدي السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل كالعادة. لايف جديد اليوم بعد ما تكلمنا، تعودنا الايامات الاخرانيين كل يوم على لايف. البارح كان ممتاز جدا الحوار مع ياسين مريح، دي جاي يتفرج فينا، نوجه له تحية. اليوم الدوبل، لعبة في الدوبل اليوم، زوز حوارات باش يكون، ولا بعد شوية السبعة باش ينضم لنا المقدم في بين سبور معزب ولحية، وتسعة حوار ثاني مع لاعب السابق للسي اس اس والاسبيرونس، اللاعب الدولي السابق محمد علي منصف. نبداو معاه التسعة متاع الليل. غدوة أيضا حوار مع لاعب دولي سابق، لاعب سابق في ليتوال، لعب في برشا جمعيات في أوروبا، في ألمانيا، لعب في تركيا. أكيد عرفتوه، سهلت لكم شوية، نخليه شوية تشويق ولا نقول لكم على الاسم متاعه كيما تحبوا. ميسيج كان تحبوا تكتبوا كومنتات. على كل، لعب في كان متألق من الملاعبين اللي تألقوا برشا في أوروبا، اللاعب هذا في آخر الحوار مع معز نقول لكم على الاسم متاعه كيما دونك كما كان تحبوا تشاهدوا حوار مع ياسين مريح، تنجموا تدخلوا على شين يوتيوب متاعي اسلام المد، تلقاو اللي متاعها في الكونت انستغرام، ولا تكتبوا في الريسيرش اسلام المد تلقاو الجزء الاول من الحوار متاع ياسين مريح هبط توا سبعة متاع الليل، والثمانية يهبط ان شاء الله الجزء الثاني في الحوار متاع ياسين مريح. كما قلت لكم حوار كان شيق جدا مع لاعب دولي تونسي من افضل الملاعبين التوانسة حاليا. ايضا كما قلت اليوم زوز حوارات في انتظار التحاق معز بولحية بعد شوية. اي رفيق، بنعطيك يعطيك الصحة رفيق، هذاك هو الاسم اللي حكينا عليه في حوار غدوة. ان شاء الله اكيد باش يكون حوار شيق جدا مع زبير بيا. صحيح زبير بيا لاعب من افضل ما جابت الكرة التونسية. وزياد الزيادة تحية لي، قولي تبدلت، فاش تبدلت يا زياد؟ نستنى فيك راهو، نستنى فيك باش نشدك. دونك بعد شوية باش يلتحق بين معز بولحية دقيقة ولا دقيقتين أخرين يكون موجود معانا الإعلامي في قناة بين سبور. أكيد نوجه له تحية، مرحبا بيه. تنجمو تابونيو الكونت انستغرام، تابونيو الشين يوتيوب، إن شاء الله تلقاو فيها كل شيء، الشين نتاعنا إسلام المد تلقاو الحوارات الكل. يلتحق بينا معز دونك. سلام، تحياتي. صباح نوخر الخير. شوية هكا خيرا. أنا نشوف فيك والله يا تري أخي بيان. الحمد، شحويكم توما. أيوة الحمد باهي، لله. أنا ريكشي في البارح. بارونتيز، عرفتوا الملاعب نتاع غدوة. أما تو نقول الريبونس في الآخر. يظهر كي نقولوا تركيا ألمانيا لاعب سابق في ريتوال، الناس الكل باش تعرفوا. لا، فما ما عندناش برشا ملاعبين تألقوا في أوروبا الحقيقة. صحيح وملاعبي وغير حتى الملاعبي كإنسان ممتاز جدا. يعني أنا من أصحابي زاد المقربين كملاعبية ككورجية، إنسان يعني محترم جدا جدا جدا. وكورجي متوقع زاد لقاء كيفاش خويا؟ كورجي أنت خلطت أكثر مني، أنت تمتعت به برشا. مثلا شحال نقول الاسم، شكون في بالك انت؟ عرفته معناها. انا نتصور زبير بيا، ما نعرفش اذا كان فما ريبونس اخرى. زبير بيا خويا تبع الحي، سبع الحي. اي زبير طلع معايا زاد لايف انستغرام تقريب الاولاني في فتره الحجر الصحي. زبير قلت لك انسان عنده فكر، معناتها انسان سبورتيف دو نيفو، وفي نفس الوقت زاد انسان ثقافه عامه كبيره ياسر، وتربيه واخلاق، وتلقى ما تتحدث معاه وتسمع منه. زبير معناتها ريفيرونس راهو في انا بالنسبه لي ريفيرونس في السبور بصفه عامه، مش في الفوتبول في تونس. وكوره احكي لي عليه انت اكثر، خلط عليه اكثر مواقف. كوره شنو خلط علي اكثر؟ علاش صغير انت معناتها كبير عليك برشا انا ولا شنو؟ مطاق في روحي مكاش. اي لا، خلطت عليه برشا انا زبير، خلطت عليه في الاتوال، خلطت عليه من بعد في فريبور، كان هو عادل وبن سليمان ومروان قزمير. برشا ينساو اللي كانوا اربعه ما مش ثلاثه، خاطر مروان كان سابقهم غادي في فريبور. ونتذكر بعد الكوب دي مون زاد 2002 نورمالمون، اي مش الاولانيه، الثانيه نتاع زبير. جا لعب هنا في العربي زاد في قطر، وقتها ولدت الصديقه نتاعي انا وزبير، معناتها عائلات وزبير كي خويا يعني.
ومن بعد كي مشى زاد الفينرباشي، فينرباشي بيشكتاش، لا بيشكتاش ولا فينرباشي، بيشكتاش 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 بيشكتاش، اي خاطر تلبس باللكحه الابيض، اي فينرباشي سي اس اس اصفر، اي اصفر وكحل، انا انا شويه هكا الميموار. دونك خلى خلى تراس وين مشى زبير، انا نذكر حتى منهم مره معناتها كتوريست في في اسطنبول، التاكسيست سالني منين، قلت له من تونس، قال لي زبير بيا، وهذا بعد تقريبا 10 سنين من الباساج تاع زبير بشكتاش تلمو يتذكروا. دونك قلت لك قلت لك زبير معناتها ريفيرونس كبيره في الكوره، ديسيزيف، تالونتيو، ما تعرفش عليه زبير شو يعمل بالكوره، ميليو دو تيران و ميم طون اتاكون، خاطر يمركي برشا، هذا فما دي بونتو لي ميستونتر يا خويا روعه، اي اي بونتو من السونتر، بونتو سيزو اللي ماركيه في المنزه، اي ما تنساش بونتو سيزو نتاع زبير، خاطر وقته صغير مازال ماهوش كبير في العمر، ما عندوش اكسبيريونس، ملاعب ملاعب كبير زبير، وقلت لك اخلاق وكاركتير وشخصيه، وبون ما نطول عليك، انا ماذا بيا نشوف زبير بيا وغير زبير بيا النوعيه نتاع الملاعبيه هذيا، وقلتها في اللي لايف السابقين ونعاود نقولها ونعاود نكررها المره المليون، نورمالمون هذوما هما اللي تصدروا المشهد في تونس في الكوره، مي مالوريزمون ماهمش هنا تو بور لو مومون، ان شاء الله تغير الصوره. هي كنا مبين زين في الراديو برشا مرات ما حبش تويتي ديما، هو خاطر يسافر في اللي يمشي الامارات مع ابو ظبي، بون شديد تو اسمي في اللايف. لا لا، وبيني وبينك نجم تشدوا الفتره هذه، قول له معز قال لي هو تلمو محصور وقلق، تغرم خويا بالانستغرام وتغرم باللي لايف، شفته وما عادش ما عادش سايب الانستغرام زبي، قول له معز قال لي تو شفته معايا من التومي عنده نهار يوم ثلاث، اول لايف طلع معايا انا من غدوه سايبته نلقاه ولا يعمل في اللايف، عمل لايف حتى مع ولده، من ولده عزيز في كندا، اي قال لي كاو خويا من القلق دورتها دورت انا غرمته مطر عندكم في الدوحه علي شويه زبي، شو مطر تو سكرت الباب، انا على الحس قلت بالك تقول لي حس عليكم في في اللايف هذا، تبارك الله ما شاء الله، تعرف شنو الشتاء يعني سبحان الله الدنيا تخسلت. اما نعم فعلا انتم لم تعرف في الدار، والله انا كون عندي مديده معناتها هنا نجم نتكلم على الاقل على معناتها هنيه تبدلت كومبليتمون، راهو الناس ما عندهاش فكره كيفاش الطقس تبدل في الخليج، معناتها الحاجات اللي كانوا قبل الفيل كما قلت انت ولاو حاجه عاديه، معناتها كانت قبل تمطر مرتين ثلاثه في العام مثلا، العوام الاخرانيين 20 30 تجيك جمعه كامله كل يوم مطر، معناتها حاجه اكسبسيونيل راه، فهمتني؟ دونك اليوم الحمد لله ربي كرمنا ونعمنا مطره هايله، ان شاء الله حتى غدوه ممكن زاد. اي خويا كيفاش تعدي النهار في الكونفينمون؟ فما خدمة ولا لا؟ فما بيان سور ا ديستانس نجم تقول، خاطر بالانترنت وهنا بصراحة أنا مانيش قاعد نشكر ولا نقول اللي الباين معناتها خلقت حاجة اللي هي مش موجودة، ولكن أكيد موجودة في قنوات أخرى زادة كبيرة عالمية، وأنا نتمنى أني نشوفها في في قنوات تونسية، النومبر ولا ريدوي على الأخر الناس اللي تخدم غادي معناتها في القناة، والخدمة الكل ولات من الدار معناتها بالانترنت. دونك مداخلات كوسوسوا بسكايب كوسوسوا بزوم لي زابليكاسيون هذوما، والا مثلا لايف انستغرام مع الملاعبيه، يعني انا بار اكزومبل الجمعه هذه كل عندي لي لايف انستغرام تاع البيين بي سبورتس، دونك مع السته كل يوم عندنا ضيف نطلعوا بالاكونت نتاع البيين، وغير ذاك عندي إميسيون معناتها مرة في الجمعة متاع الدوري الفرنسي، خاطر الدوريات الكل عندهم إميسيون مرة في الجمعة، بريزنتاتور كهو في استوديو من غير حتى كاميرا مان، كاميرا واحدة فيكس، واللي داخلوا معاه اللي داخلوا معاه الكل من الدار معناتها لي كونسلتون مراسلين الدنيا الكل، فهمت؟ أنا نشوفها حاجة خطوة ممتازة جدا، معناتها باش تحفظ العباد تخليش كل يوم تمشي وتجي على الخدمة، وان شاء الله نشوفها انا حتى في تونس، خاطر دابري اللي شفت ما نجموا نستعملوا الانترنت في التلفزه خير بارشا من اللي نعملوا فيه توا، انا هذا رايي معي. وكل يوم شنو السته يضيف انترفيو شنو اليوم شفت الجارديان تاع العراق فرامو كيكا، اي بيان سور الجارديان تاع العراق قبل غدو مثلا حاتم ترابلسي باش يكون معايا لايف مع السته بوقت الدوحه اللي هو الاربعه بوقت تونس،
نهار اللي بعده باش يكون رفيق صايفي، اللي بعده يوسف شيبو، وهكذا يعني سلسله من اللقاءات شنو مع المواضيع نجوم كره وراك القدم. ولا تحكيوا على الوضع ولا شنو بالضبط؟ والله هو في شكل دردشه كيما انا وانت هكا، معناتها تحكي على كيفاش يعديوا ايامات، انت قاعد يظل تاخذ تو في الافكار. به قايد خذ ورقه وستيلو كان تحب. ما سمعتكش، طيب ما الكونيكسيون ما نعرفش، يا من عندي يا من عندك. ما نعرفش انا توا سيبو طالع توا عندي مليك العالم. الصوره واضحه، ساعات شكلي يهرب بفدلك عليه. الصوت قص والنقص. تحب تقص وتعاود ونشوفه، ما نعرفش على راحتك. بون خلينا هكا نورمالمون بصير بون هكا سافا. شنو قلت لي ما سمعتكش معز؟ نفدلك عليك، قلت لك ابارامون تحب تاخذ ما عندي دي زيدي. ما نعرفش اي خويا علاش ليه؟ انا اي يظلني اي يظلني مسلو اي لا فضلك عليك بيان سور. احنا ناخذ قلت لك معز تخرج تعال تدخل انت ولا الوضع، كيفاش تعمل بالضبط؟ الوضع قص خاطر ابارامون تحب نطلع انا، نطلع انا بالانتي اللي تحب. سامحني عاود لي خاطر ما سمعتكش، نطلع انا ولا انت؟ نبدا انا ولا انت؟ لا لا نعرفش خاطر الكونيكسيون تمشي ويتقص ويرجع معناها الصوت، فهمتني؟ انت تشوف في تصويرتي اوكي ولا صوتي انا ولا كيفاش؟ توا سي بون توا رجعت من ما ساعات يهرب الصوت ويرجع معناها وتبدا تلاقي التصويره. فهمتك. توا سي بون من يجي. دونك قلت لك انا نحكيو بيان سور على الوضع وبصفه عامه كيفاش يعدي النهار والضيف اونتر بارونتيز، مي او ميم طون نرجعوا لي سوفونير، نرجعوا لي مومون فور نتاع الكارير نتاعو، نرجعوا لحاجات اللي ممكن انسوليت، حاجات اللي عباد ما تعرفهم مش تحب تعرفهم، فرصه باش تحكيهم خاطر الكادر يخليه يحكي، الكادر مرتاح. كما قلت لك شات هكا عادي، فرشت معناتها شات الفازة عادي. اللي بين حاتم وسامي طرابلسي ياسر حلو. اي نتاع الفستير هذيك، اي حلوه برشا، هاي الفستير مزيان برشا سبونتاني. برشا توال حتجبد فما حلوين برشا. صحيح، فما برشا حلقات، وما بروشينمون فما حلقه زاده كبيره نتصور باش تضرب برشا، اللي هي نتاع وائل جمعه ومحمد بوتريك، خاطر اثنين معناتها دو ليجوند في تاريخ الاهلي. دونك الناس تحب تعرفك لي ديتاي وفازات اللي يصيروا في الماتشوات صحيح. ماك تعرف الكوره بارفوا حكايه هكا بسيطه تنجم تقلب سيناريو نتاع ماتش ولا تجيب كتيتر ولا تي فوا. دونك والكورونا شعبة تو في الدوحة فما برشا والله ديكار. والله فما لا العدد موجود، هو ما العدد ما يخوفش، علاش؟ خاطر النومبر دو تيست كبير برشا، معناتها بين 3000 و4000 في النهار كوم نومبر دو تيست، سي انورم. دونك لي مويان موجودين، ديتكسيون سهله برشا. الحاجه اللي ديما واحد يغزر لها، ممكن ما نعرفش مش مختص صراحه، نحكي في حاجه مش مختص فيها، ولكن يشوف العدد نتاع الوفيات توا معناتها توا 7 لحد الان، يعتبر رقم معقول مع معناتها تعازينا للعائلات نتاع الناس اللي توفاو. مانيش مش قداش من كا هي الكل ليكا والله ما جا اليوم ما شديتش شفتش الحساب، اما ليكا ما نعرفش ماركه 2000 وشويه حاجه، معناتها فما نومبر كبير، فهمت؟ اكثر فما من كون نومبر كبير. اي لا فما نومبر موجود كبير، سورتو خاطر فما ناس اللي جاو من برا، دونك هما معناتها جايبين برشا حالات، فما العمال، فما مي مسيطرين عليه، معناتها تبارك الله هنا لي موان كبار ياسر، دونك ما فماش، ان شاء الله ما فماش مشكله، نقولوا خاطر بور لو مومون الامور لاباس. فهمتك. وتوقف انا تحكي انت مخي وعقلي راهو في تونس، راهو بيني وبينك. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله نتعداوها لاباس. فما صحيح فما شكون هكا واعي، فما برشا عباد كيف كيف ربي يهديهم هكا. هاو الشوارع معبيه الحقيقه، سيرتو في النهار الشوارع معبيه برشا. مش كان سهل شفت سلام نهار، المنحه نتاع البوست، انت كان شفت العباد فوق شفت بعضها كل في شيء، البوست تبع كل غير شيء، زادت. لا نتبع كل شيء. انا اشوفها ماهيش حاجه سهله راه، والموضوع
حتى في العالم الكل راه مش معناتها ما فيهاش هذه دوله مثلا نحن تقول ستيلنا احنا العرب والا احنا نوعنا كذا ولا البلاد الفلانيه نوعها كذا ولا التومبيرامون تاعها كذا. هذه في العالم الكل موضوع انك تسيطر على العباد ما تخرجش وتلتزم ما تروح في بلدان حتى وصلت المراحل المتقدمه من الانضباط واللي احنا ناخذهم كموديل حتى في اوروبا عندهم نفس المشكله. معناتها هذيك هو الذات البشريه تنحي لها الحريه نتاعها بين قوسين تتعب. دونك شوف انت المده قد ما تطويل قد ما كرولاشمون لازم يصير في فتره ما فهمت ما صحيح. ما نجموش العباد يشدوا فينالمون سورتو الطقس يتحسن في تونس مثلا طقس يقولوا باهي وشمس وكذا العباد تولي من غير ما تشعر فهمت تخرج. صحيح صحيح. وتو انت حكيت على حلول بديله في البيين لكن اكيد فما خسائر ماديه. والله مانيش مخوف معناتها ما عنديش الارقام ولا حاجه باش نحكي فيه وموضوع بصراحه انا مانيش مخول اني نحكي فيه معناتها حتى قانونيا واللي تحب انت ما مش مطروح بالنسبه لي فيه بصراحه. فهمتك. لك بين نحكي ولا نحكي عليك شويه معز. انا كنت تسمع في شويه في حوارات في مع هادي زعيم في موزايك ولا في مع طارق العصادي في اخر خبر ترشي من شويه قبليك تفاجئت كي قلت ما كملتش الدبلوم. انت ودرسي علاش ما كملتش معز؟ والله توا باش نعاودوا نرجعوا نفس الموضوع اللي هو شويه ما انا بيرسونيلمون ما يقلقنيش ما يقلق لونتوراج بتاعي فهمت ظروف مانيش باش نرميها على اشخاص ولا نرميها على كذا وكان اختيار مني انا وكان اختيار انا ما ننصحش به على خاطر انا الحمد لله معناتها بعد شقيت الكارير بتاعي وعملت كارير بتاعي كوسوسوا في كان الفانتيان ولا في الجزيرة 10 سنين ولا في البيين توا 10 سنين. أما اللي ننصح به أنه الواحد يكمل قرايته في نهاية الأمر ذاك حاجة مهمة وساتسفاكسيون حتى اللي هو مورال معناتها والانتوراج متاعه. وقتها في مونفلوري ديبسية مش من بيانسور أي في مونفلوري أي. وشكون تفكر من جينيراسيون قرار معاك اللي وصلوا هكا؟ والله بون اللي وصلوا ما بون فما عبد العزيز حمروني ديجا يخدم معايا في بيين مش برشا في الماء خاطر ما همش برشا اللي خذاو التوجه نتاع الاوديو فيزويل معناتها برشا بريسكريت فما اللي يوليو حتى يقري وفما اللي تلقاه قرا في الليبسي ولا يقري فرونسي فما اللي يقري عربيه ما عادش التوجهات توا هي كما كنا احنا ولا لا ما عادش فما اللي قراو جاو عملوا معنا فورماسيون بروفيسيونيل معناتها مفهميش فريمون اللي عملوا كارير في الاعلام ومعروفين تقول فلان ولا فلان قلت لك صوف معناتها عبد العزيز تو يخدم معايا مفهميش عبيد برشا معناتها كاو باهي في بين علاش الاختيار نتاع ليك ان جاي منك انت ولا من هما معز؟ لا ما جيش جاء علي الاختيار اني اخترت دوري الايطالي انا مغروم برشا بايطاليا ملي انا صغير ومغروم باليوفي دونك كنت نتفرج ياسر في نوفانتيزيمو مينوتو ما نعرفش انت خلطت عليه ولا اذا كان احنا نحكيو في نفس الجينيراسيون ولا انت اصغر مني برشا قداش تعطيني انت؟ قداش تعطيني؟ انا نتصورك في الثلاثينات 30 ايش قلت في الثلاثينات ليه صغير علي صغير المفروض تعيط لي يا عمي معز انت 48 اي عادي ما عنديش عقد لا طب انت 48 دونك قلت لك كنت مغروم برشا بايطاليا نتفرج نوفانتيزيمو مينوتو نتفرج في دومينيكا سبورتيفا مغروم بايطاليا برشا وبالتالي ايطاليان داير نتكلم ايطاليان من غير ما قريتها دونك تلمو مغروم بايطاليا مي بعد جاء هكا ربي حب انه واحد يخدم في الدوري الفرنسي دونك كانت الحكايه انه من الاول انه خاطر خدمت نقدم نشرات الاخبار في الجزيره الاخباريه دونك لا سبور
انا خدمت في كندا في بعض الايام من 94 ل 99. شنو هو البرنامج؟ كان عندي برنامج ملاعب عالميه، كنت نهار الخميس نقدمه ونعده في التقديم انا وفي الاعداد انا ومحمد الجبالي مع بعضنا. كان برنامج كيما سبور انتير، معناتها كنت نخدمه اون باراليل انا وحبيب العجيمي. هو عنده برنامج نتاع رياضه في العالم، كان انا ذاكرتي باهيه في كاسم، وانا عندي ملاعب عالميه كنا نسجلوا مع بعضنا البطولات وكذا ونعطيو تصاور لبعضنا انسي دو سويت. دونك هذا في اخر معناتها في العامين ثلاثه الاخرانيين، خاطر انا 5 سنين خدمت في كانال 21، بديت 94 انا، هي حلت في نوفمبر انا دخلت في ديسمبر. دونك بعد ال5 سنين هذوك مشيت للجزيره، في الجزيره كنت بريزونتاتور نقدم الاخبار الرياضيه، نشره الاخبار الرياضيه. فهمت. دونك ما عندناش بلاتوات تحليليه ولا برامج، اخبار معناتها دي كابسول اخبار رياضه معناتها كنت. دونك خدمت 10 سنين البين اللي استفادوا من الخبره نتاعي، خاطر وقتها فما تاسيس الجزيره الرياضيه الاخباريه. وجات الحكايه نتاع الاستديوهات التحليليه بالصدفه، انه تطلع القناه هذيك شنو رايك تقدم لنا استديوهات تحليليه؟ فانا قلت ما عنديش مشكل. قالوا لي انت فرانكوفون وتونسي وكذا، نتصور انه الدوري الفرنسي باهي، معناتها وقتها فما كان العاديو فيه احنا وتلفزيون الكويت ما كانش حصري 2009. قلت لهم اوكي، بديت من وقتها تو اكثر من 10 سنين معناتها في الدوري الفرنسي. ما شاء الله. قعدت غادي. اي واحنا اللي ينجح في حاجه يقعد فيها ما يبدلش. وتحب تقعد غادي ولا تحب تبدل تجربه اخرى؟ خاطر ما عرفش كان تعتبر نظري ولا اقل شعبيه من البطولات الاخرى كيما لونجلتير ولا ايطاليا. سي نورمال. سي نورمال، انت عندك الدوري احنا بالنسبه للتوانسه ديما يقعد لنا الدوري الايطالي احسن دوري. معناتها هذا رايي. انا مغلوم في غلط. انا نعشق في ليج. اي ما قلت لك مش نفس الجينيراسيون، خاطر احنا وقتنا احنا الناس شاده ترانزستور وتبدا في وسط الستاد تتفرج في ماتش اكس في تونس الشامبيونان ويقوم يعيط يقول له شفما، يقول له اليوفي ماركات ولا نابولي ماركات، هو يتفرج في كيبو في في الستاد. معناتها هذايا انا خلطت عليها. دونك تلمو مغرومين بايطاليا كنا. اي بيان سور انا كان جاي بيدي انا الاختيار راني بدلت، رغم انه واحد يربي الكبده على حاجه، معناتها حاجه تبدا انت مرتاح فيها معرفة دو ا جوسكا زيد، الناس مرتاحه فيها تو فوا، تولي لبستك فهمت، تولي حاجه كاينك ماركه. حتى الملاعبيه نتاع نقولوا ليكيبيت اللي اقل رين حكيت كيما هكا نسوي كل تعرفهم. بيان سور الملاعبيه التكتيك الاخبار انا ما مانيش نقول فيه، معناتها نشكر في روحي ولا في التيم نتاعنا ولا احنا برشا مرات تصير لنا الحكايه هذه نخدموا مع ناس. معناتها مره صارت مع ايمانويل بوتي، صارت مع جون بيير بابان وقت جينا لهنا وخدمنا معاه غادي، مع روتين، مع برشا اسامي معناتها فرانسيس يبهتوا مش في انا، يبهتوا فينا الكل يقولوا معناتها ما كناش نتصوروا انه فما ناس البرة من فرنسا تتبع شامبيون دو فرانس كيفكم انتم، تعرفوا لي تكتيك والديتاي شكون دخل الجمعه اللي فاتت شكون خرج والشانجمون اللي مسانس يعملوا وفازيت. سي امبرسيونون وميم طون يشجعك انت باش تكمل فهمت. اقل شهره دوري اوكي، اقل متابعين فما شكون حتى ما مش قولي استهزأ انا انه يبعثوا لك شنو الدوري هذا شكون تفرج في اللغه ذيك فهمت. مي اون طون كو بروفيسيونيل التاش اللي يعطيوها لك انا هذه قناعاتي معناتها في الخدمه وقناعاتي في الدنيا، يعطيك تاش بيان ديتيرميني باش تخدمها لازمك توري جدارتك في التاش هذيك. نهار اللي العرض ولا البوس نتاعك يعطيك في ما اخرى تخدم له هذيك، معناتها ما فماش نهار انا يجي يقول لي الدوري خذينا الدوري. نعم انت ما تطلبش، انت ما تطلبش معناها. والله اول شيء ما نطلبوش خاطر كل دوري عنده ماليه، دونك انت ما تنجمش تقدح في زملائك تقول انا ماذا بيا ناخذ الدوري نتاع فلان ولا فلتان. بريمو سكوندو بالنسبه لل انا هكا نشوفها الحكايه، ولو انه ما فماش تصريح بالموضوع انه هذوما صاروا ايكونز معروفين، معناتها انت تقول دوري الايطالي تقول هشام الخلسي وعبد العزيز ناصر، تقول
الاسباني تقول خالد ياسين والاخضر بالريش، الانجليزي تقول ايمن جاده ومحمد سعدون كواري، الفرنسي تقول معز، الالماني باسل وكذا، فهمت شلون؟ صعيب معناتها كاينك وجربناها صراحه، وجربناها في الدوري الفرنسي مرات تغيب معينه اسباب معينه صحيه ولا غيره، تصير مشكله بالحق، تصير مشكله معناتها خاطر الناس سينست الناس المسؤولين اللي تحب انت. وابري تو الدوري الفرنسي راهو متابع في المغرب العربي سورتو في الجزائر اكثر من تونس، معناتها انا عندي الارقام والاحصائيات الجزائريه تبعوا ياسر في الدوري الفرنسي، تبعوا ياسر في مارسيليا. وبالنسبه للخليج ما تنساش اللي المالك نتاع نادي باريس سان جيرمان قطري، معناتها المتابعه زاد في الخليج كبيره ياسر. صحيح. باهي، انت اخصائي كما كنت تحكي في فرنسا، شكون توقعتهم لاعبين توانسه ينجحوا وما نجحش في فرنسا؟ والله انا كانت عندي امنيه وكنت نشوف فيه باش يعمل كارير كبيره في فرنسا، وكنت اتوقع حتى السنه معناتها والعوام هذوما باش يضرب في فرنسا خاطر الكوتا نتاعو طالع. هو نعيم سليتي، نعيم سليتي توقعته باش يمشي الكلوب معناتها كبير. نعيم خاطر كان يلعب في الليغ 2 مشى لليل، الترانسفير نتاعو لليل، اي مشى لليل، كي مشى لليل ليل صار فيها شونجمون كبير في الاداره وفي استراتيجي، وجي كامبوس اللي هو اي ستاف خاطر ستاف جي جديد، وخاطر بيلسا تنحى وجي غالتي الفكره لا هو 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 سامحني، هو جاي قبل بيلسا، بيلسا كي جاي يلقى نعيم جاي، دونك مش هو اختار بيلسا كي جاي حامل ما حامل مخه اللي حاسس كامبوس. لا خاطر كامبوس هو اللي يحكم زاد بلوز موان، خاطر كامبوس هو اللي عمل البروجي نتاع البرتغالي، وعمل البروجي نتاع موناكو، جابوه الليل باش يعمل لو ميم بروجي. اش معناتها انه يجيب لاعبيه قويين عندهم ما يقولوا في رواحهم صغار في العمر باش يضربوا غادي ومن بعد يتباعوا. اوكي دونك الجروب اللي جاي قبل بيلسا ولي ريكرو اللي جاي قبل بيلسا، كي جاي بيلسا وكامبوس ما عادش حاجتهم بهم، مش البروفيل اللي فركسوا فيه. دونك سنة ولو كان يعطي بلوس وندخل يعطي لي بلوس معناها نعيم وقتها. اي ما هما حاجة شو الكورة راهو انت تعرف اسلام، الكورة راهي ساعات ماهيش قصة امكانيات وملاعب، عندك انت نوع تحب تخدم معاهم، عندك دي بروفيل تحب تخدم معاهم، عندك خلفيات اخرى نتاع بزنس نتاع كذا، فما برشا حاجات تدخل في المعايير في التقييم. مش معناتها خاطر هو عنده دي كاليتي دونك هذاك حشنا به، لا خارج البروجي. ما كانتش ناجحه خاطر السياسه هذيك، سيرتو انه ديجون كملت في الكلاسمون كي مشى نعيم قبل ليل عامتها. لا انت تحكي على ديجون، انا نحكي على ليل. لا لا قلت لك السياسه نتاع ليل ما كانتش ناجحه برشا، سيرتو انه عامتها ديجون اللي مشى نعيم كملت قبل ليل. مخاطر ليل سامحني في الكلمه بالعاميه نتاعنا ما نحبش نستعملها برشا، تخلي في حيط ليل. علاش؟ خاطر بيلسا الناس كل تعرفوا بيلسا سميوه اللوكو، اللوكو معناتها المجنون. دونك بيلسا عنده افكار وعنده حاجات، معناتها عايش في بول وحده، في سفير وحده، يشوف الدنيا مش كما نشوفوا فيها احنا وانت وانشيلوتي ومورينيو، يشوف في حاجه اخرى. دونك الاختيارات نتاعو سورتو سور لو بلان تكتيك، يا تسيب يا تخيب، يا تعمل حاجه واو يا تدخل في حيط. هو اصر على مات مع الافكار نتاعو ودخل في حيط، غير حاجات اخرين عمل لهم كيما لي كابين يسكنوا فيهم بحض الانترينمون، يدخلوا يقيلوا فيهم ويقعدوا يترينيو وغير حكايه برشا 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 برشا. دونك ما نجحش البروجي نتاعو في ليل. وهما نعيم سلفوا لديجون، ديجون اقل بريسيون، هو عنده دي كاليتي، نجح نجح معاه اسامه زاده تنحكيو عليه، اسامه الحدادي. مي من بعد نعيم كان يفترض انه سي يطلع من ديجون، ومنع ديجون كان ديسيزيف ومنع ديجون، كان يمشي للبالي اخر. هو اختار واختيار وهذا انا نحترمه خاطر نعرف اسبابه، معناتها اسبابه الشخصيه حب يعيش غادي معناتها في السعوديه، نحترمه رايه وندم ابارامون. ما نعرفش بصراحه، مانيش على تواصل معاه الفتره هذه لانه كنت على تواصل غير مباشر. ما نعرفش ندم ولا لا، مي فينالمون انا نتوقع انه كان يستحق كاريرو مرة أخرى بوركوا با،
فهمت. خاطرين نشوف نعيم عنده كاليتي كبيره ياسر، وهو كشخص ايضا كانسان متربي محترم جدا صحيح جدا جدا. صحيح. دونك هذا بالنسبه لنعيم. بالنسبه لاسامه زاده، من نحكي على الدوري الفرنسي، اسامه زاد توقعت باش يمشي المخير، على خاطر اسامه في فتره ما، من عرفش ما تعرفه ولا لا، جاته اوفر من بورتو، من ديجون كان باش يمشي لبورتو، ما فماش جارانتي انه باش يلعب تيتولير. سي بور سولا مع لاجون نتاعو ما اخر وقت قرروا انهم ما يمشيوش في التوجه هذايا. كيف كيف مشى للسعوديه، وتوا الاسباب زاد عائليه باش يبدا قريب لمرته والبيبي، واحد مشى لتركيا. ما نعرفوش من بعد الكارير نتاعو كيفاش باش تكون، مازال عنده معناتها العمر قدامه، ما كنت نتمنى انه يمشي لباليي اخر في فرنسا. شكون اخر؟ طولت انا عليكم، ملاعب. جي اونشيني. لا، انا ما فهم لعبي. انا نشوف اكثر تونسي خذا شانس في اللي خرجوا الكل، اكثر تونسي خذا وقت لعب، اما ما فكش بلاصته، عرف قول لي شكون على ولا ايه. السرارفي، على السرارفي. بس يا مسرات خويا خذا اكثر من فرصه، نحسه كانه تيميد في اللعب نتاعه، معناتها هكا ياخذ باس يرجع باس. تو انت كي مثلا يوسف عطار طلع بعده في نيس، لكن عمل الديفيرينس يمشي وما يخافش، لا هو مش ياخذ عطيك، مش عطيك اكثر. انا يقول لك نزيدك من الشعر بيت، انه يوسف عطال اريير راهو، ولا يلعب الي طلع القدام، صحيح ولا يمركي صحيح. ودي سي جيف سيفري راهو، معناتها بسام بور لو مومون بين قوسين، خاطر مازال كاريره قدامه وعنده بوتنسيال، وان شاء الله ان شاء الله انا نتوقع كانه عمل الخطوه التالي، توا مشى لبلجيكا باش بعد ان شاء الله تجي الخطوات الكبيره القدام، خاطر بلان دو عنده تالون كبير ولا ياسر حتى معناتها في بسام. بلجيكا ماهوش قاعد يلعب في كيب، متواضع برشا. والله سانسيرمون مانيش نتبع فيه بصراحه، باش ما نكذبش عليك. ماهوش يدخل شويه متاع دراج درجين في الاخر ما اكثرش. اي اما بسام ما نعرفش وين بالضبط الحكايه صايره، اسكو حكايه اجون، اسكو حكايه هو مونتالمون ماهوش قوي، مانيش قلت لك ما نعرفوش زاد بالكدا اون كونتاكت ديريكت، نعرفوا بعضنا هكا بالسوشيال ميديا واحد، اما مش معناتها صحاب دي فاسون اني نجم نجاوبك. ضيع سيفري، ضيع فرص. انا نتصور كوميونيكاسيون يمكن زاد، واتوقع ما يحكيش فرنسي هو زاد. بون مهمه الكوميونيكاسيون سيفري، ما نتصور يمشي روحه معناتها كوميونيكاسيون بتاع هو وصحابه فيستير سافا، معناتها انا دابري اللي يشوف فيه مع نيس وقتها في اللي كوليس نتاعهم وصحابه على الانستغرام، واحد بالعكس يحبوه ومدخلينه في الجو، ما عندوش مشكله هذي. ما ينجم يكون شخصيته، هو تيميد خرج صغير زاد، مازال ما قويش شخصيته قبل ما يخرج، سو بو ما نعرفش، والا لونتوراج نتاعو والا لاجون نتاعو الى في لو موفي شوا. مي كان ينجم، انا كنت نتوقع انه في الميركاتو اللي فات انه يقعد في فرنسا يمشي ليكيب اقل، اميان ديجون ستراسبور، بون ستراسبور معبيه بصراحه، ستراسبور معناتها يمشي ليكيب برانس، ما نعرفش انا اقل هكا حتى بريسيون من نيس، فهمت، ويعاود يعمل 6 شهور يلانسي فيهم روح ويعاود يرجع النيس. فبون هو عمل الشوا نتاع بلجيكا ان بو اترونج الشوا، ان شاء الله ربي يوفقه، خاطر معناتها نستناو ديما، قاعده نستناو مع هو. فما ملاعب ما تنساش اسلام عمل زاد شوا شويه صعيب وغلط وضيعوا شويه في كارير، اللي هو صابر خليفه. شو الوام غلطه اي خاطر صابر، انا نذكر وقت قلت لك نعدي في من 2009 انا في الشامبيونات دو فرانس، معناتها كسر الدنيا مع ايفيون وقتها، كسر الدنيا فاكر اي فهمت، وتبارك الله دونت عليه ويت وشيخين بالصبر بيه، احنا شيخين بيه، توانسه شيخين بيه معناتها، فهمت. من بعد جاتو وقتها مونبولي والا لوين، فهمت، لوام صعيبه، لوين ما تنجمش ترفضها، قاعد تجي اما لوين برستيج اي صحيح ما ترفضش، وفلوس اكثر بصراحه تحب ولا تكره، وكان فيها برشا دي ستار وقتها، كيب باهي وقتها، جينياك وشامبيونز ليج، وبايات تلعب تشامبيونز ليج صحيح. دونك مالوريزمون الشوا اللي عمله صعيب، على خاطر مش مشكله فيه هو، المشكله في الكلوب. لوين معناتها ايكيب كبيره ياسر، معناتها الايكيب الوحيده اللي هزت تشامبيونز ليج في فرنسا، شعبيه اللي تحب انت كذا، مي ايكيب صعيبه ياسر، كلوب صعيب ياسر على الاخر، معناتها كيفاش يعيش الكلوب صحيح. الداخل
حاجه انكرويابل ميفري معناتها. كل كلوب في تونس ما نحبش نقارن بصراحه ما تدخلنيش من توا في الكلوب معناتها, ما تدخلنيش في حكايه الكلوب, دخلني باللوام خاطر تولي فما رابط ما نحبش نوصل. انا خاطر توا نخدم في دوري فرنسي راني نوتر لا لوام لا بي اس جي باهي فهمتني. مي لونتوراج مارسي بيدها سخونه ك ك ك كبلاد وفما تاثيرات كبيره على الكلوب من برا, دونك مش سهل انك تنجح مش كوره بركه في مارسيليا برشا حاجات وعلاقات دولاب. ما خذيتش فرصته كامله غالي صابره. انا ديما نشوف راه اسمع الملاعب لازم فك بلاصته معناتها تجيك الفرص يا خويا يجيك ربع ساعه نص ساعه كذا لازم تتصرف لازم توري روحك. تقول لي الجمعه الاولى الشهر الاول بدا عليك الجو اللغه البلاد الكونتكست من بعدك هاو في من بعد يفوا بعديتك الاربع خمسه شهور تولي انت تنجم يا ليه معناتها فهمت. هو مشى مورسو كبير مش كوره راه نحكي لك راه كلوب داخل بعض معناتها مارسيليا شعبيه اللي تحب انت باسيون تاع كوره ما فماش من اقوى ليكيبات الكلوب في العالم لكن مش سهل تنجح فيها اي سورتو اترونجي. دونك انا كنت نخير انه يمشي لمونبولي يعملك الطلعه هذيك يطلع الستيب. مونبولي عملتها هذا الشامبيون ولا لا ولا من بعد؟ يظهر لي هو مشي بعد ما هزت يظهر لي ياك صدقني ربي ماني ما عنديش ما نذكرش الحساب بالضبط ما يظهر لي بعد ما هز ماهيش مونبولي نتاع بالهند وجيرو وكشل هذيك لا يظهر لي بعد شويه يظهر لي من بعد حتى في الجاني زاد كان عامل حدوث باهي مع ميسكي العرب فرجاني وفخر الدين زادت عداوة كوتي فرجاني شوية خير من بن يوسف معناتها هكا ضرب شوية ونذكر بونتو مركز زادة كونتر بوردو طلبته بوردو وظهر وبدا فهمت. أما الديسيبسيون الكبيرة جات من بعد كي هبطت للليك دو ما عادش لاقي روحه معاه وقتها في الليك دو تولي رزينة فهمت. وكارو كبش معناتها انا جوفوالي كارو كبش احنا مشكلتنا داير حكيتها حتى قبيله مع نور صبري الجارديان السابق نتاع العراق مشكلتنا العرب نحبوا ياسرك الدلال والكونفور ومرتاحين وامورنا واضحه فلوس اوكي كذا العائله الدنيا سي بون ما نحبوش نسفريو والاوروب مش هذاك الاوروب تطيح وتقوم وتكبش وظروف صعيبه وظروف خايبه تدور عليك فهمت. نعطيكم لاعب اخر ادريس المحيرسي في ليغ دو فرنسا كمل ظهر لي احسن لاعب في ريد ستار وقتها وطلبوه حتى جمعيات معك جوست نحل لك لي ماتيزور لحظه برك سمعت اي في عقل. اي قلت لك على ادريس في ليغ دو كمل من احسن لاعبين احسن باسور هذا مع ريد ستار زاد كان معناتها كان نجم يمشي دي كيف ما كيف لك لكن كي طاحت الجمعيه نتاعو قلبت كاريرو معناتها. اي فما شكون كتب لك خالد العياري زاد في اونجي وعمل اي اقل من دريس اي في ليك دو خاطر وقتها خالد حط دريس في ليك دو زاد اي لا بيان سور في ليك دو ما نحكي على خالد العياري هاو قلت لك معناتها فما ساعات كل خيط كل حبل يا تشد يا تسيب صاي توخر التالي تي فوا دريس ان شاء الله تو يعاود يلانسي كارير وانا على ما نعرف تو في المستير هو اي مش يلعب عنده مشاكل في البوا وحاجات كيما هكا اي انا قابلته بالصدفه في الصيف في حملف ما نكذبش عليك نصحته قلت له مش يلعب في حملف وقتها هو سون كلوب قلت له برمش يلعب على الاقل لعب ستة شهور حملف باهيه وانا نعرف مش خاطر انا قلت حملف العباد باهيين حملف ويقبلوا الكوارج يبدا عنده في السقي يقبلوه والامثله عديده معناتها علي الزيتوني تعدى غادي بباساج باهي صابر خليفه صابر خليفه على الاخر يحبوه في حملف معين شعبي الغرياني الغرياني معناتها الناس اللي تحب تعاود تلانسي كاريرها ولا عندها مشكله نتاع طون جو ويبدا عنده في سقيه يهزوه وفي مخك كويس تكون في مخك كويس اي فانا قلت له وقت يمشي يلعب في حمل قلت له امشي اعمل ستة شهور عاود كذا كان عجبتك الاكسبيريونس اقعد ما عجبتكش مش بلاصه اخرى اما تقعدش ما تلعبش خاطر طول راه قعد راه بريسك عام ونص راه كي تلم ما لعبش راه معناتها برشا ان شاء الله ربي معاه خاطر عنده فما واحد ان شاء الله يكون استثناء دينا بدا
طلع بها في ميس ان شاء الله يكمل. ديلان بصراحه كيفته كانت في بلاصه كانت ماشيه الجهه كي جا هو ولات في جهه اخرى. انا نتبع برشا اللاعبيه التوانسه خاطر اي خاطر عملوا انشينمون تاع خمسه ماتشوات تقريبا فيهم يظهر لي فو با واحد الباقي كل دي فيكتوار خمسه سته معناتها مع موناكو هذه حاجات اي عملوا معناتها سلسله باهيه برشا معناتها كانوا في الزون روج طلعوا براتيكمون بعده معناتها بالكدا. ديلان برشا قالوا ما ماس مش في المستوى نتاعو مفروض يمشي لكذا بور لو مومون شو نتاعو طلع صحيح فهمت معناتها قاعد يظهر بالكدا وبقدره ربي نشوفوه في ان غران كلوب كسوا فرنسا ولا غير خارج فرنسا صخيري هاك شفت صخيري ما نجموش نقولوا خاطر برودوي تونسي خاطر صخيري برودوي مونبولي برودوي فرنساوي نحبه ولا نكره معناتها لي بارامتر والمقاييس وكل مش كيف كيف مش كيف كيف كيما ديلان ميس اي ميس صخيري معناتها في مونبولي وصل كابيتان وركيزه كبيره وصخيري معناتها كان مش شويه كونكورونس في ليكيب دو فرانس كان نجم يلعب حتى في ليكيب دو فرانس راهو معناتها تبارك الله عليه دونك تو مشي لا نقول لك والله والله انا دابري فرنسا معناتها فرنسا اكثر حاجه فيها هي البيفوات اي قلت لك كونكورونس كبيره سا سي سور معناتها انت بومبا وتوليسو ما نعرف درشنيه برشا 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 ثم تضيع ما تويدي ممكن كوندوبيا ما يلعبش اصلا تي 20 تلقاهم فهمت انا ما والاخر شو اسمه نتاع ليون اللي مشى لتوتنهام وتو ضايع في توتنهام دومبيلي كان يكسر في دومبيلي دومبيلي كان يكسر في الدنيا في 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 ليون الاسامي كبيره اما هو عنده دي كاليتي وكاريزما وانفلونس على اللعب معناتها انا نشوفه من احسن الملاعبيه التوانسه اللي ناجحين لبرا ان شاء الله. نحكي شويه على البيين معز تو شكون اقرب لك من التوانسه غادي دون كل سنس معناتها صاحبي ولا نعملوا جو صحابي صحاب 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 البرا من الخدمه معناتها شوف توا مع حاتم انا ساعات اي انا وحاتم من نتفاهموا برشا معناتها حاتم كيفي انا راهو انا بون انا اللي ظاهر في الصوره عليا وهذيك طبيعتي سيريو فهمت ما نحب الضحك برشا ونضحك برشا ونفادلك برشا بين سيريو على البلاتو والله البلاتو ما نعرفش خاطر بلاتو دابري لي زيكو دابري احنا شنو نعرفوا على البلاتواتنا في البيين اكثر بلاتو مفرهد وفيه ضحك وجو واحد بلاتو نتاعنا راه معناتها انا وحاتم وديدي ولا انا وحاتم ورفيق اكثر عبيد كول وعاملين جو فهمت هذايا ما انا نقول لك جارانت اما نحكي لك على البرة تفدليك وتمقعير وواحد انا حاتم يعجبني برشا معناتها انا وياه نتفاهم برشا كل سواء في الخدمه ولا البرة من الخدمه اي حاتم اقرب بصراحه تنجم تقول حاتم اي فما هيثم طياري ومن المقدمين خاطر نخدم هيثم طياري برودكتور وميم طون جاري زاد دونك نسكنوا حدا بعضنا جيران وميم طون نخدموا ديما مع بعضنا زاد هيثم كي دوتر حسام حاج علي ما نعرفش والله علاقتي باهي انا مع التوانسه الكل اما هذوما اقرب معناتها في حكم الخدمه فهمت عبد العزيز حمروني خاطر صاحبي معناتها وخدم قرينا مع بعضنا في الليبسي فهمت معناتها اما فما 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 انسان اخر ما يظهرش في الصوره ممكن برشا ما يعرفوش لكن هذاك اعز صاحب ليا معناتها اقرب واحد ليا في الغربه وفي الدوحه مش حتى في البي اللي هو زياد طروش ما نعرفش انت تعرف زياد طروش ولا لا الحقيقه لا زياد طروش يا سيدي من الناس المؤسسين في كانال 21 في بين سبورتس في الجزيره معناتها عشرة عمر انا وياه من الناس اللي عاونوني برشا في كاريري كسوا في ال 21 كسوا من بعد وكان جاري زادة وكي خويا معناتها هذاك عشرة هذاك عشرة العمر اما ما يظهرش معناتها برشا الناس ما يعرفوش ولكن من الكفاءات التونسية الكبيرة ياسر 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 عندي انا في من اكفأ الناس اللي شفتهم في حياتي علاش معز ديما يقول العلاقات بين التونسة ما هيش هي غادي
ليه استوينا مشروخة سليم، معناتها كلام مبرر. القديمة، القديمة اللغة هذه معناتها دولا شنو وكذا، هي شو خاطر اون جينيرال احنا عندنا معناتها كاين قوالب جاهزة ولات في مخاخنا. صعب صنعتك عدوك والتوانسة البرة مش كيما شوف الجاليات الاخرين درشنية وتوانسة ضد بعض، فمش منها راه هذيا راهي مش صحيح. تخضع لشنو، تخضع شنو، تخضع لكل واحد وشخصيته وذاته. هذيا تصير معناتها مع الناس الكل في العالم، الكل في البلايص، الكل انت والشخص، فما ناس يتفهموا بعضهم، فما ناس لا، فما شخصيتهم كذا، ماهيش معناتها خصوصي للتوانسه ولا خصوصي في البيين ولا لا. انا شايف بالعكس والله جونا باهي وعلاقاتنا باهيه وندزوا مع بعضنا ونحبوا بعضنا ونحسوا فيرتي بالحق كي نبداو توانسه معناتها منورين هكا. وفي معناتها نحكي لك في ليزيفينمون كبار، كوب دافريك، كوب دي موند كذا، بالعكس والله بالعكس معناتها جونا باهي ونقدروا بعضنا ونحبوا بعضنا. الصغير يقدر الكبير، يقدر اللي اكبر منه كاريره اكثر منه. معناتها صدقني نسيت شو نقول لك، زاد من اقرب الناس ليا طارق ذياب. ايه سورتو في شو وقتاش زاد برشا الصحبه واللي مومون الحلوين كي تبدا لبرا، معناتها كي تمشي كوب دوروب مثلا وقت مشينا لبولونيا واوكرانيا، ولا تمشي الكوب دي موند كسوا لافريك دو سود ولا البرازيل ولا شو اسمها روسيا. معناتها عدينا اوقات ياسر حلوه مع بعضنا وقراب مع بعضنا وكل يوم مع بعضنا. روف خليف زاد وعصام الشوالي صحابي زاد بالكدا بالكدا، ونضحكوا ياسر 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 ياسر. معناتها ما قلت لك انا كل ما نبدا نتكلم نتذكر لك نزيد لك واحد اخر، خاطر صدقني توانسه الصحاب معناتها مش نقول لك ناس كل صحاب كلهم فرد درجه وكيف كيف، لكن في العموم وفي المطلق نعملوا جو برشا مع بعضنا، نضحكوا ياسر مع بعضنا ونحبوا بعضنا صدقني. ما عنديش حكايه، ما عنديش حكايه الالوان راهو هذايا راهو لازم ناكدوا عليها صدقني. الناس ممكن ما تعرفوش الكلوبوست واللي يحب الاسبيرانس واللي يحب ليتوال، بون ليتوال تي ليه كيما كيما في الحوم ولا في الدار واحده تلقى من الالوان الكل معناها، وعاد يفادلك ويتمقع على بعضهم وكيف كيف ونشيخوا على كيف بعضنا كيف. اكثر من تتصور راهو ريت احنا توا معناتها كل واحد في البوزيسيون نتاعو نشيخوا على بعضنا. ما تصورش قديش في الكوره نتاع تونس صح، سوجي كوره تونس معناتها كي الفار والقاروص ناكلوا في بعضنا ونفدلكم بعض. اونتر بارونتيز هذا الراعي الرسمي راهو اللايف شفتوا محليه شنو تونس يا اوكي بيان سور صارت والتابلو ما شفتوش تابلو اللي وراك. اي سيدي ابو سعيد، سيدي ابو انت كنت قدامه هكا وخويا يحسوك بالبلاد الغد يا ولدي. كان مره اخرى تنعملوا لايف في النهار تنوريك البرة في الجنينه، تنوريك بلو نتاع نابل والقفص والدنيا والافلام الكل معناتها عباره في تونس. يا عيني عليك ركزنا على نابل. على نابل تكون يعجبك ما... انا منزل 100 اي انا في نابل، انا في الصيف كامل في نابل، انا عائلة مدام من نابل معناتها نستلي في نابل، انا دارنا في حمل الف والحمل الف الوالده في حمل الف سونتر نابل سونتر. المريزقه معناتها بين الحرمات ونابل. اي كنت قبل في نابل، نابل معناتها الشارع طيب الميري. شكون شكون يعجبك محلين توانسه في تونس يا اخي معز تشوفه عنده بلاصه في البيين؟ في البيين؟ اي من التوانسه اللي يخدموا في تونس معناها. فما منتصر بيه، منتصر الوحيشي. فما نشوف عنده هكا مستقبل ومشروع باش يكون تاع محلل بيه، رغم اللي ما ظهرش برشا كريم حقي. ما نعرفش عندي هكا لامبريسيون اللي عنده شخصيه وكاركتير واحد. عملت تجربه في الحوار مع كوبا فريك اي اي وعجبتني على الاخر داير، وقلت له في اللايف من المره اللي فاتت انا وياه كنا في هذاك من احسن البرامج اللي تعديت في السنوات الاخرانيه في تقديري انا. اي حائط باهي برشا برنامج حلو. مراد زغيدي يعطيه الصحه وقتها، الكل الكل قيس يعقوبي بيان سور هذاك عشيري وخدمت انا وياه سنوات ونعرفه قيس خابزو معناتها نعرفه فدليك وفازيتو
قيس راهو سامباتيك على الاخر على الاخر وفادليك لدرجه ما تصورهاش معناتها برا من الاكرون. في اي اف ام والله قيس اوكي ربي يوفقه معب ياسر عمل الكوره عمل لي ميسيون ولا زوز وقصت لي ميسيون بالكورونا. جاي هو جاب الكورونا ما تحب تقول فلكو فلكو بيان سور كان فما كان فما امكانيه يمشي نسل عيالي غادي ولا انا كنت نتمنى زبير بيا معناتها يكون معانا وكان في اوقات معينه كان قريب باش يكون معانا ما كتبش مكتوب فهمت زبير خاطر محلل كبير ياسر فهمت كيما كان لاعب كبير ياسر ما نساوش عبد المجيد الشتالي قبل زاد برشا برشا نتاع عندنا اللي كانوا ممكن يكونوا معانا كان فهم امكانيه يمشي نيس العياري انيس العياري الملاعب نتاع استاد قبل تاع استاد والله ما نعرفش انا بيرسونيل مو شخصيا ما سمعتش بالموضوع في باليش ما نعرفش معز كان جيت تخدم في تونس تقول لي انت حتحب الكلوب ولا لا ولا حتى تخدم غادي والله ما نجمش نلعب معناتها دور البطوله اللي خاطر انا تو في مكان اخر بعيد ونقول كان جيت غادي راني قلت ولا عملت ما نعرفش بالحق ما نعرفش اذا كان كنت في تونس في الواجهه نجم نقولوا الموضوع هذا ولا لا اما انا بالنسبه لي انا حاجه كبيره ياسر وحاجه نفتخر بها ونعتز بها ونحب نقولها وغرام كبير ياسر معناتها بالنسبه لي انا هذيك حاجه كبيره ياسر معناتها بالنسبه لي يسوبو كان جيت في تونس راني خذيت ريسك بين قوسين وقلتها وما يهمنيش خاطر توا سيرتو في تخدم في فرنسا ما تقولش لي شكون هي جماعتك في فرنسا قلت باش كان جاي يخدم في تونس ما يقولش اللي هو يحب لك اليوم ولا لا ما عندوش علاقه بالموضوع والله ما نعرفش ما نجمش نقول لك انا خاطر نخدم في دوري معين فهمت شو نخدم مثلا في دوري فرنسي تو قلت لك اكثر من 10 سنين وبرشا يبداو يبعثوا لنا انت تحب باريس سان جيرمان دز مع باريس سان جيرمان الاخر مارسيليا كذا يقول لك انتم ظلمتوا ليون كذا خاطر كنت تحب كذا يبداو داخلين بعضهم انا بيني وبينك راه نضحك عليهم وقت نبدا شيخ بقوسين خاطر نقول سي بون معناتها مش عارفيني انا شو نحب 10 سنين تو عارفوني شو نحب فهمت حاجه باهيه بالنسبه لي انا معناتها واضح اني عاتيهم الكل نفس القدر وسافا ما عندي حتى مشكله فهمت مي كتبنا تخدم في دوري كيما هذا دوري معناتها بركه صعيبه اما بون كي جيت في تونس انا كان جاي ما نجمش نحط روحي في الموقف هذاك ونقول لك من توا قلت لك ادعي البطوله نقول اي نقول وما يهمنيش وكذا خاطر ما تحطيتش في الوضع هذاك ما نعرفش الضغوط اللي ممكن مش حاسسها الضغوط كيما انتم تحسوها ممكن في تونس دونك ما نجمش نجاوبك فهمت ما نجمش نجاوبك فهمتك في مانيا نتاع مازنبي كنت في بلاتو انت كيفاش عديتها معاذ تو اخر مره مع احمد خليل معناتها هكا حيرنا المواجع كيما يقولوا مع احمد خليل قلت حيرنا المواجع فهمت سمعتك اي شوي فاش فيك صعيبة نسوي تعديت لك هو شو صعيبة اصعب من اصعب اللحظات في حياتي مش عندك هذيك وعندك الكاف فما الكاف اللي خسرناها الفينال مع فوزي بن زرتي خسرناها ضد المغرب الفاسي بلانتيات هذيك اذا كنت في البلو انا وحسام حاجة علي هذيك اونتر بارونتيز في اللي كوليس حسام ولا يبكي واحنا باش نرجعوا سيرونتين وانا نهدي فيه حسام سي بون خلينا نرجعوا عرفت صحيح وقتها بون فما حاجه لازم تحكي في الفينال تحكي في الفينال التصور عادي ما يش مش توجع كيما ثمانية ما زنبي ما اي ما نعرفش صوت كان نسمع فيه يقص شويه ويرجع ما نعرفش اسكو انت من الكونيكسيون عندك ساعه في الكونيكسيون يمكن يعني قلت لك افضل صحيح فينال يوجع ما نساوش كيما ثمانية معناها تقعد خاطر في تاريخ الكلوب في فينال معناها سراريف شو ثمانية هبش نقول لك معناتها وقلتها انا لحمد خليل ثمانية صدقني اقسم بالله ثمانية السيناريو ما نقولش ثمانية اما حسيت كارثة تاع كورة باش تصير نهارتها ونحن مازلنا 0-0
ولا بروف معناتها اللي ما عندوش شاهد يقولوا كذا. عندنا زميلنا هيثم فاروق، ما عادش تعرفه بيانسور، محلل نتاع بي سبورتس، المحلل المصري. احنا خاطر عندنا البلاصه اللي نقعدوا فيها، اللي نقعدوا فيها المحللين ولي بريزونطاتور الفوق من الاستوديوات، معناتها نيتاج الفوق من الاستوديوات، فيه لي زيكرون كله دي سالون صغار هكا، كل جروب قاعد مع بعضه ويتبع في الماتش وياخذ دي نوت ويريجل في اموره. دونك هو متعدي دو باساج، شافني انا عامل هكا قال لي شبيك، قلت له شوف يا معلم، قال لي شنو مازلنا وقت السور السور مزيك بدا الماتش راه. قلت له الله يستر، قلت له باش تاكل اليوم هكا باللغه، قال لي صالح، قلت له يا ودي نقول لك الله يستر، حاسه راهي ما شيء. سبحان الله بعدها بدرج ولا حاجه جاي البونت الاول، جاي يجري قال لي والله برافو عليك تبارك الله عليك يا كابتن، وهاك عرفتها وكيفاش طلعتها. قلت له يا هيثم انا مش نحكي لك على البونتو، انساه البونتو، نحكي لك على اللي جاي من بعد. قال لي شنو جاي باش تاكل اكثر؟ قلت له، قلت له مش نورمال اليوم اللي صاير، مش نورمال. دونك كنت عارفها ماشيه الكارثه، خاطر الوقفه على التيران تشوف انت الملاعبيه ضايعين. قلت له انا عبد خليل، قلت له فما كلكوزان بالاسم معناتها ضايعين جمله مساكن، معناتها تحطوا في مواقف صعيبه، هما معناتها مش ذنبهم، معناتها الظروف شاءت انه يلعبوا في لي بوست هذوك، تحطوا في موقف صعيب ياسر. والظاهر الملاعبين يتحملوا مسؤوليه اكثر من المدرب ولا اي حد اخر. لا عرفش نقول لك، تحطوا في موقف قلت لك ما همش عارفين وين يقفوا اصلا، معناتها واحد مش عارف روحه انا هنا زعما ولا غادي ولا نقدم ولا نوخر، سيغراف معناتها فهمت في المستوى هذاك سيغراف. دونك ظاهره لي لاكون ولي ديفايونس ظاهرين من اللي بدا بسم الله، هو قال زفر وظهر. ومن بعد عاد خويا لونشينمون للتذكير، وهذه قلتها اول مره، انا بصراحه كل واحد حر معناتها كيفاش يقدم للاستوديوهات وعنده طريقته الخاصه وكذا. انا كسونساسيونيل وكلي فازيت وتمقعي سيرونتين موش جوي، كل واحد كيفاش ينجم يعمل سوكسي راهو كيكا ويعمل فوز وفازيت وناس بارتاجي تو، سيرتو احنا في وقت البارتاج وشوف اش قال مذيع البيين وشوف فاز اللي عملها وشوف كيف رد على فلان انا مش جوي. انا هكا بيرسونيل مو مش جوي ومقتنع وممكن ما يعمليش الشهره ممكن، اما انا كيكا مرتاح انا مع روحي. نهارتها نحس في روحي ديرابي تكا شويه وفلت. ش قلت وقتها نذكر في الميتون ماكله اربعه، عارفها باش تاكل اكثر، افهم انت مش اربعه عارفها ماشيه. قلت كان الله في عون النادي الافريقي في هذه المباراه وفي ماشين دوزيام ميتون، وكان الله في عونك يا نوف وقت نوف اللي علق، خاطر مسكين باش في وجهه، خاطر حكايه كارثه. دونك نوفراج ظهرك اللي عرفت بابور غرق فوندو هبط فهمها، انا اللي هافتا فوندو نهارتها. كيف رجعنا بيان سور ما نحكيلكش، انا يقولوا لي ما نعرفش خاطر هذايا صحيح غلط، خاطر الناس تو تعرف نحب الكلوز. دونك باش يبداو يا يغزر لك لوجهك شوفوا الرياكسيون نتاعك كي ترجع، يا هما فما بريجوجي انت تحب الكلوب دونك وجهك مهما كنت سوريون ولا تعمل روحك نورمال باش يقول لك لا لا انت داخل بعضك ولا. قالوا لي لا ميم رمارك اللي قالوها لي في ماتش المغرب الفيزي خسرنا بلانتيات فينال الكاف، قالوا لي وجهك فيش دم، وجهك ابيض، وجهك ابيض كي رجعت. والله العظيم قالوا لي وجهك ابيض. اسمع القلب في الكومنتات يحبونا نبدلوا الموضوع. اي كاو خويا بدل اقلب، حتى البارح ولا ولد البارح وقت ما احمد خليل قالوا اخويا اقلب الصفحه واقلب الموضوع. شو انا نقول لهم هذيك الكوره راهو ما تنجمش تكون موفي بيردون، هذيك الكوره تاعت ثمانية راهو ثمانية ماهيش هذيك خويا. ربحت الكلوب سته، انا في انا تشامبيونز ليج، انا فينال خلط للي ربحنا سته في المنزل، نعيش كونكس سيون قصت ولا ليه عندك. انا خلطت عليها السته، تفرجت فيها صبري بوالي وفوز رويسي وعاد سليم وشتي تصب علينا في المنزل وشيخي، فهمتني؟ صحيح. نورمال تربح بالسته تربح الخمسه تاكل الثمانيه. باهي الساعه باش نوفى نعاودوا تحياتي تحيه ليها.